هذه الاجواء حالتني على الوقت اللي كنت طالب في الكليه ديال بنمسيك. هذا المدرج حاله دي مشتو عاود رجعت ليه، وهذه السعاده اللي غمرتني في هذا اليوم هذا، لانني التقي بزعما الطلبه، الجو اللي ماشي متاح دائما. فشكرا للقيمين على هذه المبادره، وعلى رأسهم الأستاذ والصديق والأخ عبد العزيز القراقي اللي كان وراء هذا الاقتراح هذا. سعيد جدا أنك تخاطب الفئة المتنورة، واليوم كان هذا اللقاء جميل وجميل جدا مع الطلبة ديال كلية الحقوق بالسويسي. وسعيد كذلك أنني أكرم في هذه المؤسسة اللي هي ديال العلم ديال التنوير، يعني إضافة نوعية للأنشطة اللي مالف كنشتغل فيها. اللقاء اليوم هو تدشين لمجموعة من اللقاءات الفنية التي ينظمها نادي الثقافة والفنون بكلية علوم القانون الاقتصادي والاجتماعي السويسي، وهو يستقبل كل شهر شخصية فنية يتفاعل معها الطلبة من أجل أن يكتشفوا آفاقا أخرى غير الآفاق التي بطبيعة الحال هم يشتغلون عليها. نحن نعلم أن عادة الجامعة أو تعودت الجامعة أن لا تعير أو أن لا تعطي أهمية كبيرة لمجال ما هو فني، وبنيت العلاقات بين الطلبة والفضاء الجامعي على أساس معرفي فحسب. نحن اليوم نحاول بطبيعة الحال أن يبدع الطلبة داخل الكلية، وأن يعني نوعا ما أن تتحول الكلية إلى فضاء للإنسانة، يعني يمارس فيه الطلبة إنسانيتهم وإبداعاتهم المختلفة ويعبرون بمختلف الطرق. وهذا اللقاء من خلاله نسعى إلى أن يقدم فنان المغربي تجربته للطلبة، كيف كان طالبا جامعيا وكيف بطبيعة الحال شق مساره الفني في مجال نحن نعلم أنه الآن نجهل عنه الكثير من الأشياء. ثم أيضا لابد من القول بأن السي محمد عاطر يمكن أن يشكل مثلا لبرنامجه لحس الدوار، يعني من خلال هذا البرنامج يصلح لدراسات أنثروبولوجية في المجال الثقافي. وبالتالي نحن سعينا إلى أن يكون هذا اللقاء فيه الجانب العلمي وأيضا فيه الجانب الفني. اليوم كان لقاء ديال الطلبة مع الفنان محمد عاطر، وهذا اللقاء كيجي في إطار واحد السلسلة ديال اللقاءات مع مجموعة ديال الفنانين. الكلية أسست نوادي، وكاين بين النوادي كاين نادي الثقافة والفنون، وهذا النادي هذا كيسعى لتنمية القدرات الثقافية والفنية ديال الطلبة. غادي نبرمجوا مجموعة ديال الأوراس اللي غادي يتعلموا فيها مجموعة الفنون، وغادي نحاولوا ننظموا أمسيات اللي فيها المسرح، فيها الموسيقى، الغناء، وغادي ننظموا محاضرات بحال هذه أول محاضرة، وغادي يجيو موراها محاضرات أخرى من طرف مجموعة من الفنانين المغاربة في مجالات مختلفة في الفنون، فيها السينما، المسرح وما إلى ذلك. تم تكريمه من طرف الجامعة، من طرف الكلية ديالنا، وحنا فرحانين بالتكريم، ويستاهلوا بصراحة، يستاهلوا لأنه الوقع ديالو الطلبة كيعرفوه مزيان، وعلى ما يبدو أن عنده قبول عند الجمهور، وعند الجمهور خصوصا الشباب اللي ربما كتبان لنا الثقافة اللي كيوثق فيها الآن محمد عاطر. بالنسبة للشباب كتبان ربما الثقافة غير معروفة، ولكن اتضح اليوم أنهم كيسمعوا وكيستحسنوا هذه الثقافة وهذا الاشتغال ديال محمد عاطر للثقافة الشعبية وخصوصا الشفهية.